الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني شرعنا كمدها دروستيني تحناهايد كساب سنايد قوت القلوب وحاكمدا سوردها قرآن كأقول ليابك بدن من أعجب سور القرآن سورة قاف. إلهي سبحانه وتعالى سورة دو حكاك ورمين نولاشا إيا قيريدة وعربي سبحانه وتعالى شاقي عدو ماها مركا قيريدة ويوتي ما عدو غيباها إيا نوعيدة إليهين وحي إلهي سورة دو حكاك ورمين چندة إيا أسبابها لغو قالو قار كميدة وعربي سبحانه وتعالى كعد إيا نارت إيا هالسلمديدة إيا صفات كا نارت لغو قالو يغفكو كومو تيسان كارو غار كميدا. إلهي سبحانه وتعالى دادك قلوب تودوا توسيي وانا حل للروا كواليي بصورة قاف. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحوها صورة قاف مرك غار كود متكو خطبة دايا من بركة انتو جمعها فولو ايو صورة القاف اخرين تيري بلو إلا دمات وانو كسو دادع جري رسولك عليه الصلاة والسلام وايا ايادا ايا دادكا خطبة دا جمعا دقائي سنة يوانا وغفلا ايا وحشاق ايا براروچين ايا تصالين انتبا. سورة قاف الهي سبحانه وتعالى وحيابا وكشاق وحاكم دا اربع صفات ممن من صفات من يدخل الجنة افرت المامود وإليه إنددك جنّة دحل الدونة إلهي سبحانه وتعالى ودّكين دونة أفرتا ست المامود وإتهاي قفك استوى مسلمين ويسك بار بارو هدية وهيو إنو كرنين توديا كمعين تودا كشقيو هدية كما قيهين صفات كاسين وحاسليو وسيدو وقصفو بلها وكد دالو أي واجبة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إلهي سبحانه وتعالى وحي نصور إياه تدك صفات كايت المامها عليه وشندي كسي سعودة شندي آد بيوجود ودهي إنه قلام بي إن ير أولى ساريهين مركة شندي كسي سعودة وحي وسعودة انقابك وسعودة وفدق لماموسة يلا سعودة وين إياه احترام كي يقدر انت لو موچين اياه الهي وحب تلمام ايه چند اينا اي كفوغين وحي سويدين لدد كاسي چند اينا اي قلال وچند ايه سو دواتو والباب ديو لسيب اللقاي اوفرا اي لكل مان حاسابه هذا ما توعدوم للهي سبحانه وتعالى وحاسي چند اسي والشيء اللي يدين بلنقاده إلهي سبحانه وتعالى يدنكو بلنقاده إلهينا سبحانه وتعالى بلنقاد كي سمرنا ومباتيه إن الله لا يخلف الميعاد وحونا أكسنو إلهي أدوامها وبلنقاده أبا المرين ويده هدات وحا ترادان أماد سميسان أماد وحا كتكتان بده ليسان سورة قل ماها ربي سبحانه وتعالى إنو باتيه كم إدماها إلهي صفات كي سيخلاف الوعد إلهي سبحانه وتعالى وحكو حداؤن وحادومه وبلنقاضي شروط تلمامه صفات دقمه أفعال وناقيه أدومه ذا لقربه يا هدب الله بلنقاضي كندا صوم وقتي أهل الجنة يكسي سعوداني آدو سعودواتي لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم وافرتا صفة عدة لقاها له صفة كوباد وحاية تاي أن يكون العبد أوابا الضوان كوائل ونقضه من نقو الشبضا أي رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره وإن الضوان كمعصية كصور نقضه وإلهي طاعته سوصنه وأيه معصيته إلهي بيكفه قينسا سبحانه وتعالى. ولهذا أبا توبة اللغة المامي الرجوع
iyo inaba soo noqosho fogaanshii ilaahay uu ka fogaaday uu ka soo noqonayaa adoonka tawbadu ilaahay bay subhanahu wa ta'ala u dhaweeyaysa waayo adoonku ka soo noqdo qaflada iyo mooganaanta iyo in looga ilaahay u ilaabo iyo daaral aakhira oo uu soo noqdo xuska ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo ilaahay xusuusnaantiisa wuxuu Ubayd ibn Umayr isagoo aayadan fasiraaya الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها أواب وحل يراهدا كدم بيدي سحصو سراي ويدد كدم بابا نوعي ليهين قاربين دم بابين باني سوغين ومعاصدو انت كنت ربضتي قلبي قودي باي كردك تميدان وحبك لقرانهين ومعاصدو انتها ترتين ليه قلبك قاربين دم باب سيهين سوغ لكن دم بيجود إلا باية لكن الأواب واكي واقف كأنتو دم بابو إنو دم بابي يسوك سلام كان الدم بيجي حصوصاً آية ثم يستغفر منها إلهي سبحانه وتعالى وقته بتكيري واللهم اغفر لي ذنوبي إله الدم بيجي دعي داف قرن آية وأنا صفد إليهين مؤمنين تمتقين تاهي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كو التوحيد يتقوى إلهي سبحانه وتعالى وقل نعميه مركز الشيطان كو دنباتي يوسم بررحيه مركبة وحصوصنا يعني هذه صفة طيبة إنه أدوان كو دنبقيس مركبة حصوصته مركبة مركبة حصوصتان مركبة وكتوبت كيريا يعني. وإلهي سبحانه وتعالى دنبداف ويديسنا يعني. وقال سعيد بن المصيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وأدون كمركز تؤو دنبابه دنبقى توبتك حكسيناية مركز تؤو دنبابه دنبقى إساء توبتك استغفار بك حكتا أدونك دنبقى أدون بؤيهي يخطئ بالليل والنهار هل يهبين بوقفية لكن عبت الدنبقى كسي وين وحيتهاي الإصرار والاستمرار عليه إنو دنبقى أدونك كسي السقناده وخلتك يا فالحمدي يا جفكي وصيوة ودنسة وكسي السعودة تأدونك أمانت وكهلي يا وائر مركب أسوان الله أي توب إلى الله تبارك وتعالى نبي قينا عليه الصلاة والسلام وحين نطي المامي دادك أوابين تا إسوان نقشدود وعي الدودة هاي توبت كين كودو نوفر بدنيا هاي صفات كودو وحكمي دا صفات كودو وحكمي دا المحافظة على صلاة الضحى صلاة برقدة لا تكدو إنا إلاليان قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كوة توبت كان كبضان إلهي إن بضانو نغضا إلهي يقوان إلا بن هدي إلا بان مركب حصوصتا صلاة دودو وصلاة دايدتك ديليهين وصلاة لا تكدو مركا نرقها يريري أي رمضان وبرق كلش وحالة دادتكو اي غفلة دي موغرانتكو تيران كي معلنها حسديبو كتيرا اردقي قلاسكو فرديا مركا نساعة لوسي داينا وحو كفكرا وحو كن نساعين لها كي شقالاها شقدي سياد دويا يوطا كي حوالا راعي كي بيرتقودي كي دوكان هايستي كي بخار كشقيرا كي شركدو شقيرا ووقت الناس فيه في غفلة وحالة دادكو الدوية دا اي كفو قيهين عبادنا اللو سيهين صلاة دي صباح فرال كهي يسنه الى سعوده والا صور دافع صلاة دي الدهور يسنه ياشي كهو الرئيان ولي لما قارب دادك بدن كود وقت قاس وقت عبادة وقت عبادة انو يهي موباها استعر لكوان كوان قلوب تود اله اي كحرم تاي اي مركز تو موقنا ير اي قلال حق إلهي وقال نقونا يو حصوص نانتي يحسك إلهي يا عبدتان كي سو نقونا يا وقت قاسي سلاتك نيا ما هين إلهي حسيان وقرا يذهبون ويتوضؤون ثم يصلون لله رب العالمين وقت قاسي تقياني سووي سيسنيا وقاسي إلهي سبحانه وتعالى أتك نيا هذه من صفاتهم صفات اللبات إلهي سبحانه وتعالى أشياء دادك اتشاند الوسو دوين ايو ويكون العبد حفيظا لما اتمنه الله عليه وافترضه
وأزلفت الجنة للمتقين. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وإنه أدون كن قدمد إلى علم بدن أصيب بدن وإلى علي وحي إلهي سبحانه وتعالى وكوك اللي في وكفر لي علي يا أمانة إلهي سبحانه وتعالى أصاري فرلد إلهي النصاري يوحي إلهي النقام ممنوعي وتكاليف علص وإلهي مركو عربو بندقي سموين كو إنقا آدي نوغا حقوين يردو الكواين وآرقنو سيدو إنقا إنقا أود بدايهي يبورا يمخلوقات كآد كأواوين وكعذر دارتين وإلهي أمر ديدكم أي سمين لكن وحي إلهدين إلهي مكرنو إلهي سبحانه وتعالى عليسك وكدائي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها يا قاضي أمانة داسي ودبرك أرتي وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وحقاضي إنسانك إنسانك وحبدا جهل جيسي يدل مجيس قرد الرجيس لبدا سيأيان هلاقة أمانة داسي داسي وعلوس إسابوينك يبورها يبولولك إلهي سبحانه وتعالى ويديستين إنه كدايب ولكن الى علاس كذا قاضي كريمين اينك وين قاضني وين الى علم امانه دائما كصبحنا وهي اعظم امانه وامانه اوي واعظمها على وجه الخصوص التوحيد وحنا امانه اوسي وين توحيد ككلينت الى سبحانه وتعالى وحرقت قتاده سوى فصير يا ايضا حفيظ لما استودعه الله من حقه ونعمته الضوء كاسي كندا جليا وامد إلى ليا أمانة إلهي سبحانه وتعالى أوديبي نعمة إلهي نو إلى ليا ساد نعمة إلهي وإلى لين كرتا وحد نعمة إلهي كو إلى لين كرتا لبارهم وتكواد وحاي تاي إن أتسك إلى ليس إسراف كنعمة إلهي الخسارة صد ضاد صد وادقنا أنت كفى إديسا وباهدا دانت كدبولين خلق إلهي كلنا أنت كفى إدي أرنك الله بعد النعمة إلهي كو إلى لين كرتا واستغلالها والاستعانة بها على أداء ما خلقك ما خلقك الله له وإرد قفا إذا ست النعمة ونعمة ذوك لما يستوحى إلهي سبحانه وتعالى وكوابوري لبدا الرموات هداد سميسو إلهي النعمة سواد إلى لسا هديك لإلهي النعمة سماد إلى لين شكري واجبك هاي إلهي حقك وقول هانا ماد قدين لما استودعه الله من حقه ونعمته الحفيظ وامد إلى لنا يوحكسته وإلهه وأمرينه إلى ليه وكقلب جيس إلى لنا يحمانين يقشك إلى لنا حمانة النوعية ذكى للدول وكيندي سحارانين يقان كإلى لنا وكدقي سحارانين دقيستان كإلى لنا وكقعمي سحارانين تابتان كإلى لنا وكلوغي سحاران اني اسعدان وحق اذا ودقاقان كيلالناي وكعلوشي سحاران اني قش كيلالناي وكعربكي سو انو حاران كو هاد كيلالناي شرك بو كيلالناي بدعه كيلالناي عيد كيلالناي ونعدش كيلالناي حنت كيلالناي وددك ان لا اسكو ديرو لا كلا ديلا ايو كيلالناي وكوح كستو الهي وديري يا مسؤوليت كستو الهي وصاري كصبحاي وهدو ياهي ممد مدو تليوه قامية ومد كوه قامينا يكوما ملا يشرعي إلهي عدالة إساق وقودا يكو جيرتو ميالك لانا لغا دوري كارين هدو ياهي اوضي رير اوين واكا إلالنا يا مسؤولية دا إلهي وصاري واقفك نفتي سقودهان كا إلالنا يا وحكستو إلهي وديدي كنا إلالنا يا سمينتا وحا إلهي سبحانه وتعالى ودري وك نعمه الهي اسيك ما هاد نقايه مصايب ك الهي وقدر مركه كدعان صبرايه وك الى لنا قلبي سين وعده قدرك ك الى لنا عربك سو الهي انه كعوده ك الى لنا مصيبه مركه دعاد حبني سو ان الهي عاصيان وك مركه ودنبابه نفتي سكو الى لنا الهي عدد سي عقابك سك الى لنا توبة سرعة الإنابة والتوبة
نفت قفك بني آدم كاي وحي الله ذاهي لبا أودود أودي وحكو رادي صور وحكا مقانا يكو بادي دونتو إيا أود أي وحكو قبصته ويكو إلعشته دادك جندا قال يا ودادك اللي بدأ أودود الله السيدي أي هيدنا وقفايديستي وكا أودي ضلبك إيا دونسته نفت إلهي وكو باري واستعماله إنو إلهي ونقضه إلهي راليان شيء سكو بادي دوناي يا إلهي طاع عليه سبحانه وتعالى أودي وحق بشرة يو علمته شيء وحلق علينا واستعماله نفتي سينو كعليه مع صدى يو حي إلهي سبحانه وتعالى وديني فالحفيظ الذي يستحق الجنة هو الممسك نفسه عما حرم الله عليه وكنفتي سكقبتي وحي إلهي سبحانه وتعالى أودي ذي وردن والأواب المقبل على الله بطاعته الأوابنا وكي إلهي حقي سوتشي استي إلهي كقابلي طاعة يا أمر قادشو إلهي كامر قاته سفادة صدحات إلهي آيادها وقشة قاهم جنها وخشية الله في الغيب من خشي الرحمن بالغيب وكي إلهي سبحانه وتعالى إصغر أركهين وإلهي وإياه بالنسبة إليه سجى مرك الله يجا غيب يوحان وإن ده كهين إلهي يدنا كبقناي الإيمان بالغيب وحمقني للرمايا ومن أفضل الإيمان وعظمه إيمان كوفض لجبذر أوي وي وكإله سبحانه وتعالى كأماني الدوميس ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب سفادة كوباد إلهي وشاقي الدومها وناكسنا القرآن كوهنو ونقضي والإيمان بالغيب الدون كانت شندة قليا والدون إلهي السقوان أركين هدن إلهي الرمي إلهي ربي النمدي سر رمي إلهي كريتان كي سر رمي أودي سر رمي إلهي علمي قيسا حيشا نيرا وحول با إلهي وكوغي هاي وكود على عنا أيو أيو الدون كان الرمي وحا دون كان الرمي وح كستا وكا قرصون إلهي وأمري إنو الرمي ملايك تايو الرمي سقوان الكهي چينك چريتان كود الرمي سيادنا چينك ما أركو وإي إلهي باو الشيقود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن يهين قوم إلهي عباد السوابوري وحو الرمي يوم الآخر وحن ولد عمباء يوح كستو يوم الآخر نحدي سينو نحي الدون إلهي سبحانه وتعالى وكو الرمي أدون كان وحي الرمي بوعد الله ووعيده وحكستو إلهي وبلن قاضي أدومه ويبوهي يوحكستو إلهي أدومه وقوهن تبي أدون كان وحي الرمي إلهي إنو لكل مدونه وحا صورنا وحا كرنا شيء أن يخشى الله سبحانه وتعالى بالغيب إنو إلهي سبحانه وتعالى كبقضه يدو إلهي أدنانو أركهي من خشي الرحمن بالغيب يراقب الله تبارك وتعالى وهو لا يراه لاعتقاده واستيقانه أن الله يراه ويعلم حاله ويطلع على جميع أموره ويوحي يقين سيئه وصدبه الرمي سيئه إنه إلهي الصقع أركه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إلهي دواقي صدن ومقلعي هدوها صدق يدوك رقادبا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وقبل رسولك عليه الصلاة والسلام التمي يدو ننك يديك عبر إسا عائشة رضي الله عنها وحيت القريقان شوقي وكان يخفى علي بعض قولها هذا الكيد وحكم مدى أيان مركة قار كودانا سفي عن مقلهين وسمع الله قولها من فوق سبع سماوات قول كيدا سئل إلهي كم مقلي تضبط السماء هل كسر رئيسا فأنزل الله فيها هذه الآيات إلى يحكو سودك آيات كسورة المجادلة يكوب إلى أبنته قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى هاي دودي نوامق لي إيا هذا القادية قبرنا سيد سويدار سنة سنة ليه محمد فالله يسمع القريب والبعيد
ويطلع الظاهر والخفي إلهي وحا فوق يوحده ومغليا وحا الله موجيه وحا الله قريه انت بإلهي سبحانه وتعالى وأوقيه أدوانك ومركو انت أبا يقين صدي إيمان يقين قلبي إيسا كترتين تاسي نقطتي أي إلهي سبحانه وتعالى كبقي. والخشية يا عباد الله أبلغ من الخوف بقها هي خشية وكل الدوين. الخشية هي الخوف المبني على العلم وبقها علم يكون صد. وهذا العبد الذي يدخل الجنة يخاف الله سبحانه وتعالى على علم إلهي بك بقيا لكن بقها وبقى كل صد علمي بقها إلهي سبحانه وتعالى وكبقيا ماها بقى الله ماذا كلاك بقى عدوك أما الله بقى بحلك هررك وبقك الدول وكو أمرك الله بقضى ولك عررا لكن إلهي أدونك كبقنا يفر إليه إلهي حقي سوى عرريا سيد إلهي سبحانه وتعالى فَفِرُّوا إلى الله ويعوذ بالله منه إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسة يعرض إلهي أبوك مقنقلية ويملك الله عرى ما ترته لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك وحورن جرينا محمد عليه الصلاة والسلام إله هو ميلغو قبضو إيا ميلغو بدبادو وآذيق لغاقا قبضا أما لغاقا بدبادا ما تشرتو وانا ذيقا هين قفك الدون إياه إنو عذاب كاقا قبات كسميستو عرضا ذا إنو كبدبادو وإنو حقاقا وعررو وإنو إلهي مغنقل سبحانه وتعالى وإلهي ودوادو من خشي الرحمن بالغيب وحكالوسو قلاية خشية الله تبارك وتعالى عند الانفراد عن الناس والاختفاء عن عيونهم بقاها الدونك إلهي وكبغضه مركضتك وكقر صومه اسكميد ما هاقفك مركضتك دحجوغه هي مركضتك وكقر صويه وحالي عكرت مركضتك دحجوغه وحي إلهي وديده إنو وقتكه حشودتك وكحشونيه إيهي بديسي بني آدم كوكهي بديس سنائيو وحالي كرتا الدون كوناك بدلين وصمائيو رياء وصمعة اسم قشيني يستوسطان دادك يستوسطاي استوسطاي أوجد لكن الدون كيضو عدناني أركهين إلهي بقيس قلبكيس وعامريو إلهي عظمدي سناي كسو دقيسو إلهي كهي بديس سنائي كحشونايا بقاه إلهي سبحانه وتعالى وكبقنايا وهريرين أيوه ولنا علبه وكمر أيوه فهذه خشية المخلصين كوا مخلصين تا إلهي درادي إلهي عابده وقبق ذا بقوه دي وينكاس ولهذا بقى النبي قال عليه الصلاة والسلام وحينا الشيقي تضوب النوع وضدك كميدة ويوم القيامة قل رحنا مركز للسود ويهيو قل رحنا ضدك أي دلالي سيأي شيشو إريد أن تقفل بوقبته على قدر عملي عمل كيسو هل كوتشوتشي تضبط نوع عدتك كم إذا الله هرينا عرش الرحمن بهر سنيا تضبط أوحى كم إذا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من إله سبحانه وتعالى حصي وإله عبادي استي السبب كليدية وبني آدم هي مخلوقان ومقلهين وأركهين وإلهي بقى وكبقى يأوقي إنه سئل ما إلا برقدين تدبض الله علينا يا يوكم يديح أرن كافرات إلهي وكل شيء آيات كان كم إذا صفات كي تلمامها إليه الدومها إلهي تشند وكما موسى إلهي وكل سوى دوين أيو وجاء بقلب منيب وأدون إلهي سبحانه وتعالى يوم القيامة له ريمي قلب نول وإيمان كنول قلب عافمات قبة وحنون كالنفاق يحنون ذكالة كبد قبة قلب إلهي سبحانه وتعالى أخذ حسن عاكف على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه قلب ضل يورر وضل اعتكاف صن إلهي طاعة سبحانه وتعالى إلهي محبته سيتعي الكيسة إلهي سبحانه وتعالى قابل تانكيس وقلب إلهي مرنبا أنك تشيس وقلب راجع عن معاصي الله تبارك وتعالى مركز تودن بابه وشيطان كحمان وتابسيه ما ورسيه
مركبة انتو يس اقادو يس دريمو حق الهي سبحانه وتعالى وصنو قناية يوم القيامة وحبت بادة يقف قلبي نوع عاس الهي اللي هرتقيون. فاتقوا الله يا عباد الله قلوب تهاد هلو قشقي وقلوب تنو لشيدة يا عافمات كيدة يا صفات كا الهي وتلمامي ذاتك قلوب تليني كبت باديان هلو قد دالو. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم القيامة إنما أنت أترد بضان أدقوا لها ديلو قيو الدنيا دان مقه توبان لاب كد بقل لاب كد دوها استه ديلو قيو وحل على وحي كوتر إسامة ترتو. وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفا حولهن يا أولادين إلهي مدين دويني سماه. يوم القيامة وحبت بادا وقرى قفك إلهي سبحانه وتعالى لسهر استاقع قف البن إلهي والهر جوشين دوناي قلب السليم عافمات قبح وحوناك سنمويانا وحمياني كتشرين إلهي سبحانه وتعالى مروى المحصوصة. يا عباد الله هذه من صفات أهل الجنة وغيرها كثير وتلمامه أهل الجنة. إن بدنا وكلوا إلهي القرآن كحسين وليهين لكن كون وحى الأوران كراء وصفات أصلية تتفرع عنها كثير من الصفات الطيبة وصفات أصلة وأساسة. وإن فربضنا كم إذا الصفات كأهل الجنة إليهين إيوانا قيادة إلهي وشاقة شندا إلا قلقلا كونوا بكفر عميا وغفا كون الله يري مي يلنكروا هوا يراتي مي يلنكروا. إلهي سبحانه وتعالى وحكورنا يددك الصفات كالله ادخلوها بسلام ودخلوها بسلام شنو ذا قال نبت قليك وقال سلام من كل شر سلام من كل آفة سلام من كل عيب والنقصان كبد قبا شر كسته نبات كسته هذا الحن مقلي مايا مركي شنو ذا قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا هذا بلا معنى حتى مقلي مايا اسكرنا في هذا القلب يقول نبصده بين يحقل بينينا مقلي مايا وحونا أكثر من مقليا. والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ملائكة تبقى الباب كستو قسو قليس نبت قل يدوشي إنها أهاتو صبر كياد كو صبرتين إلهي طاعدي سيحمانت النفطات كعلي سينات كصبر سيسين يقدر رضا إلهي وحنوشيات كيس قدوات كيستين القلبي كيلا لسان عروض قدر كو عروض عرب كأشكتي عبشات كيلا لسان حبناها معصيات كيلا لسان طاعد إلهيات كصة برتين أيات شندا إن أدقشان صاب ونقطي ووحمان تصور تقال إنه وحوين الوهي لايب ذلك يوم الخلود مالن كاس ومالنك وارتانك إما أن تخلد في النار وإما أن تخلد في الجنة. قفكو هدي قال لمو مدو موشستي او مدو قرصدي وكل انتو نار بكواريا ولا يخرج منها ابدا ولينا كصب حماية اما قفكو شن كواريا فريق في الجنة وفريق في السعير لبدا متكود يوم قفكو كواريا قفك ايماني التوحيد كل انتي شندو كواريا ولو عذابه قهري قفك كفري النفاقي قال لمو كل انتينا نار تايو كواريا والعياذ بالله. ما حيت شندا دحيه هليا ذاتك صفات كيت المامها لي له ما يشاءون فيها وح الله لي وحي الدونان بيت شندا دحيه كيليا فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وح الله لي وحي نفتو دو مهاتو يا وح الله لي وحي اندهودو اي كدوك سنيان اي تشعلي سنيان اي شندا دحيه كيليا حتى وما باهنا يعني ضرب يعطس إلي قد بياري هذا وحسن وباهنا مر الله لي مر كنفت وضو أي تشعلاته أي شيء تشعي الكيس وقلبي قوضه وكسر دعوه مركبه ويساقو الديارة. الله أكبر. ولدينا مزيد ولبا ديران أيام انت أقدرنا أبو الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وجندي وزيادة كو درجة الإحسان قاري إلهي عابدين سبحانه وتعالى سيدة أركان وكالي هديك لنا يقول إلهي وأركاي أمر البدرين صلوا حصوصا وحي لينا الحسنى الجنة وزيادة
ما هذه الزيادة؟ زيادة سوامحي. هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وإن إله أبو النعمائيه إنه حجاب كيساق قاله وإله سبحانه وتعالى وجه كيسا يركان. وكان النبي قال عليه الصلاة والسلام إلهي كبري جريس إذا إمام أحمد مسند كيسا وكوري وأسألك لذة النظر إلى وجهك إلى وحن كويدي سريع نعيم كاي لاضهي أركتدا وجهك أركا يوم القيامة أن إيقا ونعيم كأوين الجبدة أهل الجنة أهليان. ولهذا بي الله سبحانه وتعالى زيادة وكت المامل وح الله لوح النعيم لسيي أي زيادة ديارات كيه أيها المسلمون عباد الله هذه هي الجنة وهذه صفات أهلها وطاك نضي صفات كددك قليان وكإله إنو عدي سبحانه وتعالى ما تشنضى صالق الدور صدا معان سير وأدوية ودقيقة كدب سولاية ما تشنضى صالق الدور صدا مال أدوية آد كدي من دون طولق عاد حقاد الدور أما إساقوا بابي الدور ما تشنضى صالق الدور صدا رالي قل انت مخلوق لغو رالي قل يو إلهي سبحانه وتعالى متشنّد أصاله قدر صدع رالي قليل مخلوق لغو رالي قليل وحي الله سبحانه وتعالى كعري سيناي متشنّد أصاله قدر صدع الدنيا سوليسة هذه الجنة الباقية. بارك الله فيكم أين كد ذا الصفات كاية المامة هين أنويا لنا سيقود باروسو عليني صفات كواد وحي تهي إنو أدوان كن نقضو أواب من نقو شبادر وخالد كي يقفك مركبك التوبات كينا صفات الله بعد أدوانك ونقض حفيد من إلال بضن وادو إلالي وحكستو إلهي ودري من الفرائد والواجبات. صفات الصدحات وحي تهي أدوانك إنو نقض من إلهي كبقايا سبحانه وتعالى في الغيب يدو إلهي مويان عدك لآني أركاين عدك لآني مقلهاي يسوون إلهي أركاين سبحانه وتعالى. صفات أفراد ودن بيسان وحي تهي أدوان كوينو قلبي جيسو نغضو قلبي بدقبا ومنيبا ودل اعتكاف صر وصحوك أقول إلهي طاعدس سبحانه وتعالى يكامر قادة شديس إلهي صفات كاهن وافتي والله أعلم وأحكم بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.